السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم صحة رمضانكم صحة فطوركم. اليوم غادي نتكلموا بعد رابح ماجر وتبرعه للجزائر، تبرع بأرض في صابلات. ماجر تبرع بأرض في صابلات، باش يكون على بالكم، ماجر هو اللي تبرع. ها هو اليوم السيد خير الدين زتشي، رئيس فافاكم، ماشي الفاف تاعنا، الفاف تاعكم، فافاكم نقولها، فافاكم ماشي الفاف، ب 27 مليار زيادة 5% كل يوم حتى النهار اللي يخلص. يزيدوا له كل يوم تزيد 5% زيادة، كما دار فانيك توالي ما توالي يجروا عليهم ما يخلصي من الشهر، تولي 40 مليار 5% كل يوم. احسبوا احسبوا 5% 30 يوم، ما حسبوا شحال، انتو ما حسبوها. ولكن المدرب، ولكن هذه المرة وين زتشي تبرع للمدرب إسباني الكاراس. ماجر قد تبرع للجزائر زتشي كذلك، والرئيس الفاف فافاكم يتبرع بقرابة 30 مليار لكن للمدرب الإسباني الكاراس. كما ماجر نحاولوا الأرض في صابلات، قال لهم تبرعت بها للجزائر وفي أزمتها مع كورونا. قاسم يقولوا له البلاد، قال لهم تبرعت بها. كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا ماجر. المهم الأهم، السؤال اللي يطرح، اللي واحد يطرحه على نفسه لازم نحضروها، شكون يخلص المدرب الكاراس، زتشي ولا لافاف ولا جزائر تتبرع الكاراس؟ ما عناش عارفين. يجب في بلد القانون، القانون يتوقف كثيرا عند هذا المبلغ الكبير 27 مليار. لازم نهضروا، لازم انت ما تسكتش ولا ما تسكتش. الدولة ما تخلصش ولا فاف ما تخلصش، اللي يخلص عبك شكون يخلص؟ زتشي راه عنده 200 مليار العام اللي فات في الصيف. قالوا صور، هي نورمالمون مين يقول صورنا 200 مليار؟ يقول صورنا الاتحادية، تحسب جارة يهدر على 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 باراد. دخلنا 200 مليار، 200 مليار دخلتها، خلص الكاراس بها. انا ما تخلص مدراهمي، انا ما تخلص مدراهمي، وغي ديكلاري كاع المدربين شحال عاطيهم دراهم، ديكلاري براخر شعال، هذا شعال، كاع شعال داين، خاطش راه كاذب، راه كاذب. انا نقولها لك زتشي، انت راك كاذب. غادي ما تخليش الناس، غادي يخرجوا المدربين كاع اللي جاو في العهد تاعك شعلهم يخلصوا. راك انت راك تكذب، مام على جمال الماضي وراك كذبت، راك عرقته. نهار اللي قلت لهم بلي 45,000 اورو، راك عرقته، جاب 70,000 اورو وراه يدي 135,000 اورو. انت راك كذبت عليه، بالك هو ما سمعش انت ديكلاريت بها، بصح لازم يسمع في طوع، يرد على روحه غدوه ان شاء الله في طوع، ما يوليش كذاب امام الشعب، لازم يكون على باله. هذه حقيقه نهضروا فيها. ما جرش على الداي دراهم، لازم تهدر، خاطر غادي نعطيك من نهار ثلاثه، راني قلت لك من نهار ثلاثه نعطيكم ماجر شعل الداي كاع دراهم، شعل مسح، شعل مسح وشعل كلش، شعل سعدان شعل الدا، حكيم الدين شعل الدا، اشيو شعل الدا، بو على مشاب شعل الدا، هذا شاقيف، هذا المغرب شاقيف ولا لاقيف ولا ما شعل الدا، الناس كاع اللي يديو كاع غادي نجبدهم. هنا يبقى للقانون، القانون يتوقف كثيرا عند هذا المبلغ الكبير قرابة 30 مليار. وين بغيتوا تروحوا؟ انا شوف ما روحوا نقول لكم فاني، قال روحوا فاني
عبالك بلي كازوني غادي فاني غادي لا ما يسلكش على 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 اللامسيه غادي لا ما يديش يديو 17 مليار 18 مليار بسبب تفاهه تاع صخري بسبب تسيير فاشل تاع صخري كيما ماجر كيما هذا كيسموه زاتشي هذا يا جاه اني عقل هذه يا رب العاليات فكرت هذا خلونا نطلعوها التصويره هذه والله العظيم مي كنا نهضروا كان يدلقها شكون انت يا بيت ورينا ولا روح تشوف هذه التصويره انا قلها كيما ضروك عليكم جابوا هنا يا لك اقوم يجيبوا العروس عليك بالورد وكلشي يتصوروا معاه خلص التصاوير تاعو تما راه خلص التصاوير تاعو عليكو هذه فانيك عليكو هذه فانيك هذه عليكو هذا هو السعداوي اللي ما يعرف السعداوي مشيشه ها ولا مشيشه هذا مشيشه الزين عامر وليكو هذا كي راه طالق روحو هذه في لوتيل ها هو هذا هو السعداوي اللي ما يعرف السعداوي ها هو وزين عامر وراه كسمو فافا هاي اللي ما يعرفهاش هاي وهذا يتبع فيكم هذا يتبع فيكم هذا اللي غادي يقلع لكم القلب هذا اللي كاشفكم وما يدورش ها لا السبه اللي ما يدورش ها ولا ها ولا خاصك هذي ها اللي ما ها السبه اللي ما ندورش انا هاك تشوف ها لا ما ندورش هاي لا وين يعني ها ما ندورش خاطر نديرو العمامه تاع الوالدين ما غاديش ندورو غادي نقلعو لكم القلب والجدره تاع والديكم ها لا ما ندوروش حنا هاتشو لا ما ندوروش من 94 المهم انا يضربك عندي سؤال موجه شكون اللي غادي يخلص هاو شكون اللي غادي يخلص هاو دوك حنا ماشي باينه هاو دوك زاتشي خسر كاع كلش انت راك خاسر كلش زاتشي لازم لك يا خويا انت يا غيرك انت تسمع على بالك انا كي نقول لك بلي وقت قضيه تاع وقت الناس ولاو يضحكوا علينا قضيه يخرج بقضايا تاع فساد تاليه تاليه كاع يخرج بقضايا تاع فساد بصح عندنا الناس يصدقوها ماجر ماجر مي قلعوا له صابلات مي قالوا له عاوننا قال ما انا تبرعت للجزائر بارض تاع صابلات في ازمتها تاع كورونا كم انت كبير يا ابن يا البطل المغوار يا ماجر وراخر السيد خير الدين زتشي رئيس الفاف يتبرع ب 27 مليار ولكن للمدرب الاسباني الكاراس يتبرعوا احنا يتبرعوا احنا احنا ما كاينش شعب كيما احنا ما كاينش مسؤولين كيما تاعنا تاع العصابه اللي فاتت ادي لفرنسا ادي منا وبلا اللي راهم دسه والله العظيم يا المشاريع المكان تنوخركم انا هو المواطن البسيط وقلت لك لو 20 مارس 2017 سوف اعلن الحرب ولا للرجوع النصر او السجن غادي نربح انتو انا نربح وانتو ما تروحوا للسجن زاتشي تاع لافاف زاتشي تاع لافاف اللي زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا وام الزبوج الرشا وام الزبوج الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل والاولى وطنيا في انتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه ويبيعوها 1000 هكتار
لزاتش يجوي الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي فيه.